هي مش متعقده من الرجاله، هي متعقده عموما. هي كان عندها مشاكل مع مامتها وباباها من ايام طفولتها، فده مخليها عندها مشاكل في حياتها عموما وفي علاقتها العاطفيه عموما، وحتى علاقتها مع ابنها يعني، وكيفيه التواصل مع ابنها صعبه جدا بسبب الخلفيات اللي عندها العائليه، الهيستوري بتاعها. فده مخلي داليا شخصيه مركبه جدا فعلا. كنت قلت لي ان انت عايزني في موضوع. انا كنت اتعرفت على واحده اليومين دول، حبيت اقول لك عشان ما تعرفيش من بره. جود لك. اوكي تمام. بس حابه افكرك بمصاريف المدرسه والتمارين. هي شخصيتها عباره عن فريده، لنا، ساره، وداليا، وفي ناديه كمان. هم اصدقاء من زمان يعني، وبتجمعهم ظروف الحياه عشان بيعدوا بمراحل صعبه، بيعملوا فيها دعم نفسي لبعض كبير جدا جدا، وبيقفوا جنب بعض. بيسلط الضوء كمان على اهميه الاصدقاء في الحياه، واهميه وجود الصديقه، المراه القويه في حياه صديقتها، ازاي بتاثر عليهم وازاي بتسندهم وازاي بتدعمهم. يعني هو بيسلط الضوء على مشاكل كتير وعلى قيم كمان كتير. مالك يا فريده؟ في ايه؟ الولاد عرفوا خلاص، وطبعا جت سيريكو اصحابي الصيع. صيع صيع في عينه بتعترف ان الخطر ده كمان. لا بالله، احنا خلاص هنتطلق يا جماعه. طب وايه يعني يا حبيبتي؟ ايه يعني؟ وانت اول ولا اخر واحده اتطلقت؟ مفيش حد قوي ما عندوش لحظات ضعف، يعني لحظات الضعف دي موجوده عند الانسان القوي زي الانسان الضعيف، لكن فكره التناول اللحظه دي والتعامل معها وتخطيها بسرعه هو اللي بيفرق، وهو بيميز القوي عن الضعيف. لكن الضعف موجود، لحظات الانهيار موجوده، الخوف موجود، لكن داليا بتتناول الحاجات دي بقوه، بتجت اوفر بسرعه. هي محاميه دايما، بتشجع اصحابها، اي حد عايز يطلق انا اخلص لك ورق طلاقك، اي حد عايز النفقه انا هجيب لك نفقه، اي حد دايما ايه حاميه كده، وعايزه ايه تجري تجيب حقوق الستات، حاسه دايما ان الست مقهوره وان الراجل غلطان وان هي لازم تجيب حقوق الستات، فبتعمل كده حتى مع صديقاتها.